تسلل حب الفن إلى قلبه وهو دون العاشرة من عمره عندما اصطحبه شقيقه الكبير لحضور عرض مسرحي من بطولته باعتباره رئيس فرقة التمثيل بكلية الفنون التطبيقية. وقف المخرج الراحل جلال الشرقاوي على مسرح جامعة فؤاد الأول خلال دراسته بكلية العلوم وقدم عدد كبير من المسرحيات لعدد من الروايات العالمية والمصرية. درس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليسافر بعدها عدد من البعثات الخارجية لإثقال موهبته في موسكو فرنسا. بدأ جلال الشرقاوي مسيرته في عالم المسرح بإخراج عمله الأول أرملة وثلاث بنات عام 1965، لتتوالى بعد ذلك أعماله المسرحية العديدة والتي جمعت ما بين المسرح الملتزم والمسرحيات الخفيفة، حيث أخرج شرقاوي مسرحيات ناجحة تجارياً استمر عرضها لفترات طويلة على المسرح. ويعتبر الشرقاوي رائد المسرح السياسي في مصر والعالم العربي، حيث تعرض لأهم الأحداث التاريخية والسياسية العربية في أعماله المسرحية، ومنها آيا ليل يا قمر، ولدي يا بلدي، وإنت اللي قتلت الوحش، وعفاريت مصر الجديدة، وملك الشحاتين، وكمان حجة الوداع وشهرزاد، وعيون بهية، بالإضافة إلى رائعته على الرصيف. من أبرز الأعمال المسرحية اللي قدمها باعتباره مخرج مسرحي مسرحية مدرسة المشاغبين، وعلى الرصيف، وعطية الإرهابية، والجوكر، والبغبغان، وراقصة قطاع عام، وحودة كرامة، ودستور يا سيادنا. شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام والمسرحيات، ومنها خلي بالك من عقلك، وأمهات في المنفى، والحب، وأشياء أخرى، وأيام المنيرة. وحصل جلال الشرقاوي خلال مشواره على عدة تكريمات، منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون من مصر عام 1994، وميدالية من المركز الكاثوليكي المصري، وسبقها في عام 2018 تكريمه من قبل المهرجان القومي للمسرح المصري. غادر دنيانا في 4 فبراير عام 2022 بعد صراع مع فيروس كورونا والذي أودى بحياته، تاركاً وراءه إرثاً ضخماً في مشواره الفني وبالتحديد فيما يخص المسرح، والذي ساهم في إثرائه بعدد من الأعمال الهامة، فضلاً عن تنوع مشاركته في عالم الفن باعتباره مخرجاً وممثلاً وأستاذاً أكاديمياً تعلمت على يديه أجيال كثيرة.